المرة الأولية ركبت سيارة ودارت بي القرية كاملة كم؟ بمئتين، واليوم أبوي ب52. مركب القارب هي العبرة راع البوم عبرني أبار الكويت على هاي الطالة الغاوي. نعم روح 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 روح. نعم وأنا بعدين ياي أسوي رياضة، ياي أتمشى، ما بلازم أتمشى عند الحديقة حتى لقيت لا يوم بسوي رياضي الرياضة شوفوها حتى لابس مع الرياضة وبمشي في القرية العالمية. نعم هي لابد انك تسوي رياضة وتتمشي وتخفف على عمرك. وحين قم صورني وياي بعد منو العائلة من هناك سارة والعيال والحرمة وكلهم بعيد وانا اعتصب، وهذا بعد حرمة صارت بعيد ومرتك بعيد نعم وامك اي نعم. وهذا شل عن ويك نعم ايه اللي بيّن القرية العالمية. خسمعوني خسمعوني قرب بيّن القرية العالمية ما بلازم إلا بعد فيها عبرة وفيها سيارة والسيارة أنواع وأشكال وأتمشى في البحيرة لين غطى الشمس على قانوني. هذا شغلي كذا لين غطى الشمس أقبل هدي العادي عقد صليت المغرب وغير وتعشيت وغير وهو هي اسمها نفاهة ما بلازم أدور بس على رجولي لا عشان نسوي العبرات. نعم وحبيت صور العبرات صور الدنيا صور منها يا ربي يا شماسين هذا الله المستعان. هذا مركبه نعم يا حي ابو يمنيه القريه وتمشى ويبو حريمكم وعيالكم واليهال وخطب وعب وبلاش بلاش بلاش كم يا حي 52 درهم يعني ما سندويشه وحده بيقولون. نعم باش تمشى يلا يلا هي 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 انا بابا ها بابا جاو 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 روح روح. نعم احنا ما بيها يعني يتمشى دور ابن كل مكان ادر ايه لف من هناك ساعة على قول فسحة تروح ولا اول ما دشوا الكويت عدال الكويت فرضة مرة هناك يجي سرعة زين جاب وين؟ جاب 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 أصلاً العامل النفسي دور يا سلام 24 ساعة منتاب عمر قوم وانت في دبي دانت الدنيا بعد شو دار زين حي الله حي الله لوكيشن حي الله أبو محمد لوكيشن والله مستانس ترى طلع من الدوام وين وين القرية العالمية اتمشى شو قلت في خاطرك من وين؟ محار محار تايلندي هذا مال ابو ميثي صديقني شوف محار تايلندي ابو شوف الشغل عدل اشوف الشغل المضبوط على اشوف 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 الله 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 اسرع 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 بعد 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 ايه اسرع عليه الله يا هو محار تايلندي نعم مستكا سبليكا ليو 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 يا تعال يا تعال يا لوكيشن كاب كم كاب كم كاب كاب كم كاب هذا خذناه بالجبن توني باكل بالجبن واسمع حس الطبل ويرن ويحن يا رب طبقوني طماش طماش الحياة طماشة عاشر هوب مالي هوب عاشر 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 يا با يوزا
اللي في زار بين عش بين الزارة اسميه عنده هاي ما وين ما وين هاي عنده كولومبيا مع كولومبيا محمد شو تاكل اليوم؟ اكل محار بالجبن نعم ابوه ايه اهواه لذيذ ها خلوا شيء ما صبوا قيم حيان اطلع روح المحار بالجبن يوم بتونا المحار التايلندي محار التايلندي السلام عليكم محمد سلام ورحمه الله يا مرحبا خلينا محار بالجبن ولا خلينا محار غيره والحين بعد هاي شوف شوف شوف, شوف الخدمه انتم تتمشى وتعطي لك عادي خضريبات وتاكل اي وتلاقي يا واحد من ربع عطني على عمر هذا الدان هالري يعرف تنيك بالعام فلان بن فلان من راس الخيمة عجيبه صديقي من عام 1975 نوف الغوبانه في الشرق وهم يجون الرحلات وعاد ودى راس خيمه سكن ابو ظبي يا ما شاء الله عليك نعم انا اصيل ابن كتيف على مش ما بعرفك وداني عند حرمته وعند عياله قلت لها كيف تقول لا انا مش امبريش هذا منه لكن صديق من يوم الدنيا دنيا من يوم الغوبانه اي والله محمد انا ما وقفت مكان الا المكان اللي خصني واللي انا لي فيه شغله حصلت هاي الصحاني زين هذا شو بسوي انا عاد الحين الصحن هذا الصحن بسمي صحن حبيبي بحطي جشيد بحطي عيش ابيض بحطي مالح بحطي سلطه وتمر وغير ولومي بسميه صحن حضري اي نعم واللي يباع مباشر بشتري بودي المطبخ ايه هذا عيالي واحد يبى لي مالح جشيد عيش ابيض شيء هنا كم الواحد ابوي 40 درهم توقف بالميزان تعال ايوه بالميزان وزن لي هذا كم بيستوي ابوي نعم عيب لي هاي اشياء حلوه وغاويه واصرف ما في الجيب يعطيك ما في الجيب ما عندك اليوم بتاخذ الشيء تقتنع به يا الله يا لونه الالوان غاويه عشاقيه ايه شو ايش قايله روحه وتحطي فيه الجسيم تبي العيوش واستانس من الالوان وباخذ اي نعم ايش حقنا جاي قال العالمي جاي اتمشى واسوي رياضه واتمشى واتعشى وحكم مروح يعني بحضر الجسيم بحضر المالح بحضر العيش الابيض اي شيء اي نعم اي نعم واللي بي يقول عطنا صحن حري وهذا كامل الساعه المباركه عنده بعد شيء